السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأعزاء، إن شاء الله بنكمل مع بعض ما بدأناه حول موضوع الأنالوج بروجرامينج. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، إحنا همنا الأول إن إحنا بنزيل الحاجز اللي موجود بين الزملاء وبين موضوع الأنالوج بروجرامينج. الأنالوج بروجرامينج عايزين نتعامل معاه بالمنطق، مش منطق التبسيط، ولكن نتعامل معاه بما يستحق. المرة اللي فاتت زي ما شفنا اخدنا الجزء المهم جدا بالنسبة لنا في البروجكت اللي احنا بدأناه في عملية الكونفيجريشن. والانالوج حسب مفهوم الناس له كله ان هو الاشكال المتاحة ليه، واحنا تعرضنا لهذا الموضوع بتفاصيل كتير جدا في الدورة الاولانية خالص اللي احنا عملناها، اللي هي الدورة المتقدمة، وفصلنا كل انواع الانالوج انبوتس او الانالوج سيجنالز اللي ممكن نتعامل معاها، سواء كانت في الرينج الخاص بالمقاومات، سواء كانت بالملي فولت، سواء كانت بالفولت، سواء كانت بالكرنت. كل اشكال السيجنالز اللي موجوده شفنا ازاي نتعامل معاها. طبعا في انواع كتير جدا موجوده من السنسورز موجوده، وبتختلف شكل السيجنالز اللي موجوده معاها. طالما ان هي بتخضع لان هي انالوج وسيجنال معرفه، دايما على طول انا ببدا اعمل سيرش الـ 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 الإشارة دي أو الشكل الإشارة الستاندرد اللي بتطلع عندي شكلها إيه وإزاي أتعامل معاها. بمعنى تاني، أنا عايز الترانسديوسر اللي بيديني السيجنال الكهربية في النهاية. السيجنال الكهربية في النهاية هتديني إيه بالظبط؟ لأنه حسب السيجنال الكهربية اللي موجودة عندي ببدأ أتعامل بالأنالوج إنبوت موديول اللي أنا بتعامل بيه. وبنفس المنطق أنا برضو بعمل كنترول بي إيه على اكشويتور مثلا او اي سيجنال انالوج انا بطلعها من السيستم عندي لمنظومه ثانيه بعمل كنترول بيها. لو تعملنا بهذا المنطق ان احنا بندور على شكل الاشاره الكهربيه، والنقطه الثانيه بعد كده الموديول المناسب لهذا الكلام. يعني انا لو بتعامل فولت يبقى انا محتاج موديول يتعامل مع الفولت، لو بتعامل مع ملي فولت يبقى انا محتاج موديول يتعامل مع الملي فولت، لو بتعامل مع بي تي 100 او ار تي دي سنسور تمبريتشر فانا محتاج موديول يتعامل مع هذا التايب، لو محتاج اتعامل مع لود سيل بمعنى هتديني مثلا شكل السيجنال بتاعتي بملي فولت او بشكل سترين جيج ديفرنس بين 2 فولت سيجنال، في الحاله دي انا محتاج موديول يتعامل مع هذا النوع من الاشارات. لو انا بتعامل مع مقاومه ريزيستنس محتاج موديول يتعامل مع المقاومه. بالنسبه لسيمنز هي بتوفر لي الموديول اللي بيتعامل مع شكل السيجنال. وفي الحاله دي انا ما بفكرش ازاي اقعد اعمل ادابشن للسيجنال اللي موجود عندي، انا بتعامل مع الموديول اللي بيديني طريقه للتعامل مع السيجنال اللي موجود. يعني انا عايز اتعامل مع تمبريتشر، على طول هفكر في انالوج انبوت موديول للتعامل مع التمبريتشر، سواء كان ثيرموكابل، سواء كان ار تي دي، او ايا كان شكل السيجنال الكهربيه اللي موجود عندي، انا ببدا افكر في الموديول اللي يديني هذا الكلام. عايز اتعامل مع سيجنال فولت من 0 لغايه 10 فولت، او من ماينس 10 فولت لغايه بلس 10 فولت، او ايا كانت شكل السيجنال الكهربيه اللي موجود عندي. عايز اتعامل مع كرنت، ابدا ادور على الموديول اللي بيديني هذه الفورمات من الـ الشكل الكهربي او التعبير الكهربي عن الاشاره. المرحله دي بتبقى بره السيستم. بره السيستم يعني انا ببقى معني بيها كهاردوير وكوايرنج و لكن داخل البرنامج عايزين بقى نتحول لمفهوم تاني خالص داخل البرنامج. اي اشاره بتعامل معاها داخل البرنامج ما هي الا ادرس. ادرس بمعنى مكان متخزن فيه رقم. المفهوم الاوسع والاشمل للتعامل مع السيجنال او مع الفاريبل هو جاست ان هو طالما دخل البرنامج هو ادرس. واحنا عبرنا عن هذا الكلام في الفانكشنز اللي احنا عملناها في 2 شكل لغايه دلوقتي من الاشكال، يا اما بريفرال انبوت سيجنال او بريفرال انبوت وورد او بريفرال اوتبوت وورد اللي هي بي اي دبليو او بي كيو دبليو. ده في النهايه خالص اللي انا باخده من النقطه او من المابنج او من الخريطه او من اي مكان ايا كان اللي بيتخزن فيه شكل السيجنال، والسيستم بيعفيني من هذا الكلام. السيستم بيعمل عمليه مابنج او بيعمل عملية سكاننج للانبوتس والاوتبوتس بشكل مستمر وبيخزنهم بالنسبة له في ذاكرة وسيطة او في البي بي اي او اللي هي البروسيس ايمج او البروسيس ايمج تيبل
سواء كانت انبوتس او بيطلع لي السيجنال اللي موجوده عندي على البروس ايمج تيبل ايضا بالنسبه للاوتبوتس. في الحاله دي انا ما بتعاملش دايركت مع الاشاره الكهربائيه، انا بتعامل مع ادرس. ولذلك لما جينا نعمل الكلام دوت، لما جينا نعمل الهاردوير كونفيجريشن في المشروع اللي معانا، احنا قلنا احنا هنركز على الادرس، هنركز على الادرس سواء كان بالنسبه للانبوتس او الادرس بالنسبه للاوتبوتس، لان انا في النهايه بتعامل مع هذا الادرس، انا في النهايه بتعامل مع هذا الادرس داخل البرنامج، وهو ده اللي هيعنيني ان انا اتعامل معاه. ولما جينا عملنا البلوكس بتاعتنا الاو بي اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، هنلاقي احنا عملنا جواه خدنا الانبوت وورد بالنسبه لي اللي هي البي اي دبليو 256 دي اللي هي الادرس، انا كده بتعامل مع ادرس. لما خدت بي اي دبليو 258 انا بتعامل مع ادرس. شكل تعبير الداتا ده بقى الجزء الثاني اللي هو احنا برضو زي ما قلنا فصلنا تفصيل كامل بالنسبه له في الدوره الاولانيه، وبسهوله جدا ممكن الزملاء يرجعوا للموضوع دوت. يعني احنا لو رجعنا عندنا الموضوع الدوره المتقدمه اللي هي كنا بنشرح فيها هذا الكلام، زي ما احنا شايفين قدامنا في التيبل اللي احنا جاست ان احنا خدناه من المانيوال الخاص بالتعامل مع منتجات سيمنز، قلنا التعامل مع المدخلات والمخرجات التماثليه. عبرنا على هذا الكلام قلنا لو انا بتعامل مع فولتج دي الرنجات اللي موجوده اقدر اتعامل معاها كفولتج. الفولتج اللي انا بالنسبه لي بتعامل معاه هو مقسم هنا الرنجات، يعني ال 5 فولت بالنسبه له بتعتبر لغايه 5926 من 100 فولت. ال 10 فولت ده الرينج الماكسيمم اللي موجود عنده، ليه؟ لان بعد كده الاوت اوف رينج داون هو اللي بيبدا يدي فولت بعد منه، او الاوفر رينج زي ما هو كاتب كده، ده هنا اوفر فلو بيحصل اوفر فلو فولت. لو انا بعمل دايجنستيك ده الليمت بتاع الاوفر فلو اللي موجود عندي. هنا الاوفر رينج يعني اي حاجه بره الرينج داون خلاص بقى بره الرينج بتاع الحمايه. لكن انا لو انا بتكلم على الريتد رينج اللي انا بتعامل معاه بقى بشكل طبيعي سواء كان عايز اعمل بروجرامنج او، فانا هذا الرينج اللي هو عندي من ماينس 10 فولت لغايه بلس 10 فولت بيتراوح من ماينس 27648 الى 27648 بالبلس. هذا الكلام سواء كنت بتعامل مع 10 فولت او 5 فولت او 2.5 فولت او 1 فولت. anyway ايا كان شكل الاشاره اللي موجوده عندي، ايا كان طالما ان انا قلت ان الماكسيمم عندي في الكونفيجريشن هو ال 5 فولت، اذا ال 5 فولت هيناظرها 27648. لو انا قلت ان الماكسيمم عندي 10 فولت هيبقى دايركت على طول ال 10 فولت تناظر 27648. وقلنا هذا الكلام ايضا بالنسبه للملي فولت. لو انا بتعامل في الرينج مثلا ال 500 ملي فولت او ال 250 ملي فولت او ال 80 ملي فولت، ودي الستاندرز اللي موجوده، لو انا بتعامل بهذا النطاق هيبقى برضو ال 500 ملي فولت هتوازي ال 27648، وده انا ممكن استعمله في السنسورز الخاصه بالملي فولت او السترين جيجز او الحاجات دي، انا ممكن استعمل ملي فولت. نفس الكلام بينطبق على الكرنت، نفس الكلام بينطبق على الكرنت اكزاكتلي. يعني ال 20 ملي امبير لو انا بتعامل في الرينج من ماينس 20 لغايه 20 ملي امبير هو نفس الرينج بتاع الارقام، لو انا بتعامل في الرينج بتاع ال 10 ملي امبير هو نفس الرينج، لو انا بتعامل في الاربعه لغايه 20 ملي امبير هو نفس الرينج. يعني الماكسيمم انالوج سيجنال بيعبر عنها بالقيمه اللي هي 27648. وده مهم جدا ان انا اخد بالي من هذا الكلام على اساس ان انا ببدا اتعرف ازاي السيستم اللي عندي بيتعامل مع الاشاره وايه الارقام اللي موجوده عندي. طبعا اللي احنا بنتكلم عليه دوت ده خارج السنسورز الخاصه بالحراره او التمبريتشر سنسورز، لان التمبريتشر سنسورز ليها طريقه ثانيه مختلفه شويه، وهي بكل بساطه ان احنا عندنا في نوعين من السنسورز، في نوع بيقرا اب تو 1/10 وفي نوع بيقرا اب تو 1/100. اللي بيقرا لغايه 1/10 بيديني رقم انتجر، ولكن هو بيديني درجة الحرارة مضروبة في 10، بمعنى لو أنا عايز أقول 25 درجة مئوية بيقراها لي داخل البرنامج في صورة انتجر 250، لو أنا عايز أقول 25.3 بيقراها لي داخل البرنامج 253. ده في حالة اللي هو الستاندرد، الستاندرد اللي هو الايرور بتاعه أو مش الايرور، الريزوليوشن بتاعته 1/10. طب لو أنا هتعامل مع 1/100 أو اللي هو الكلايمت النوع الثاني اللي هو بيبقى 1/100، وهنشوف في الهاردوير كونفيجريشن ازاي بنعمل الكلام ده مع بعض. الواحد من 100 بيقرا لي القيمه مضروبه في 100، يعني ال 25 بيقراها لي 2500.
لكن هناخد بالنا ان كل ما الريزوليوشن علت، يعني كانت الريزوليوشن 1% في الحاله دي، المدى او الرينج بتاع القياس ما بيبقاش عالي. يعني انا في الواحد من عشرة اقدر اقيس لغايه قيمه عاليه جدا، اللي هي زي مثلا الجي تايب او الكي تايب، اقدر اقيس لغايه 700 و800 وممكن اتجاوز لغايه ال 1200. ولو بصينا للتيبلز الموجوده الخاصه بالتمبريتشر سنسورز هنلاقي هذا الكلام. لكن انا لما بتكلم بقى على اللي هي الحاجات اللي هي الريزوليوشن بتاعتها 1%، في الحاله دي ما بقدرش اوصل للارقام دي، بنبقى في الرينج 100 درجه 150 درجه الحاجات اللي بالشكل ده. لو احنا بصينا على الكلام اللي قدام مننا اللي هو خاص بالتيبلز بتاع درجه الحراره، دي انواع الثيرموكابلز وازاي بنعبر عنها، وهنرجع نقول برضو زي ما احنا شايفين كده، لو بصيت على اليونتس هتلاقي الرقم المتعبر عنه هنا من هتبص هتلاقي عندك ال 312 متعبر عنها 3120، ال 260 واحد بالعشره متعبر عنها 2601، الماينس 240 متعبر عنها بماينس 2400. وده مثلا لبعض الانواع الموجوده من السنسورز. زي ما قلنا ان احنا لما بننزل لدرجه الحراره 1% الريزوليوشن عندي بتبدا تقل. هنبص على الهاردوير كونفيجريشن ونبدا نتعامل مع هذا الموضوع ازاي بنبص على موضوع الحراره. دي المنظومه اللي موجوده عندنا. لو احنا اضفنا هنا سيرموكابل او بتاع موديول خاص بسيرموكابلز على سبيل المثال، هاخد بالي وانا بتكلم على انا عايز انالوج انبوت موديول، هاخد بالي هنا ان احنا عندنا بعض الموديولز مكتوب عليها فور اكزامبل زي الموديول اللي قدام مننا هنا دون انالوج انبوت 8 تشانلز تي سي ثيرموكابل. ولو وقفت عليه لزا لحظه بسيطه كده هلاقي عندي انواع الثيرموكابلز اللي موجود عليه كهنت موجود عليه. يعني ده ممكن بيتعامل مع الانواع البي زي ما احنا شايفين كده، البي والاي والجي والكي والال والان والار والاس والتي واليو والسي. لو انا عملت انزلت الواحد منهم هبدا اعمل ابص على الكونفيجريشن الخاصه بيه. دي الداتا اللي موجوده عندي الخاصه بالانالوج انبوت اللي هو 8 شانلز، يعني اقدر اوصل عليه 8 ثيرموكابلز ايا كان النوع من الانواع المتاحه عندي. لو انا بصيت على الادريسز، دي الادريسز اللي موجوده اللي انا هتعامل معاها داخل البرنامج. يعني انا كده لو عايز اخد قيمه الحراره على الشانل الاولانيه هتبقى بي اي دبليو 320، التشانل الثانيه هتبقى بي اي دبليو 322، وهعمل حسابي ان انا القيمه اللي هتبقى موجوده في البي اي دبليو 320 هي درجه الحراره مضروبه في 10. يعني لو انا السنسور اللي موجود على بي اي دبليو 320 بيقيس درجه الحراره وكانت درجه الحراره اللي قايسها 110 درجه مئويه، بتبقى داخل البرنامج 1100، بتبقى داخل البرنامج 1100. يعني انا لو عايز اعمل سكيلنج واطلعها على ديسبلاي يبقى هقسم الرقم دون على 10 واطلعه بعد كده على ديسبلاي. الانبوتس البارت الاولاني هنا اللي هو بيبدا يحدد نوع الثيرموكابل زي ما عدينا قبل كده في الانالوج الاولاني، برضه في جزء خاص بالدايجونستيك، وبعد كده انا ببدا اختار التشانلز الموجوده عندي. عندنا هنا بناخد التايب الخاص بالثيرموكابل، النوع اللي موجود عندنا اللي احنا بنتعامل معاه. لو انا بتعامل مع البي او الان او الاي او الار او الاس او الجي او ال، حسب النوع اللي انا بتعامل معاه ممكن اختار اكتر من نوع وانا شغال بنفس الموديول. عندي بالنسبه للجزء الثاني اللي هو خاص ب الانترفيرنس فريكوانسي والدرجه اللي انا هقيس بيها، سواء كنت هشتغل بديجري سيلسيوس او هشتغل بفرنهايت. عندي بالنسبه للفلتر انا هستعمل فلتر سواء هاردوير او سوفت وير. بالنسبه بعد كده لو انا هعمل سموثنج للسيجنال اللي موجود عندي اذا كان في فلكشويشن او كل الكلام دون انا بقدر اظبطه عن طريق الهاردوير كونفيجريشن. زي ما احنا شايفين هنا انا في النهايه خالص بعمل كل هذا الكلام على اساس ان كل الشغل بتاع تحويل الاشاره اللي جايه من بره الى رقم بيتم في الكونفيجريشن. في النهايه خالص انا باخد القيمه بتاعتي داخل ادرس اللي انا باخده في الادرسز هنا وبيديني الداتا اللي انا عايزها. في النهايه لو انا جيت جوه البرنامج
وعايز هاخد القيمه اللي موجوده عندي جاست ان انا بعمل عمليه لودنج فور اكزامبل او موفينج للقيمه اللي موجوده عندي. لو انا خدت اللي هي البي اي دبليو 320 دي التشانل الاولانيه في السير مقابل اللي موجوده عندي، هوديها في اي مكان في البرنامج فور اكزامبل ام دبليو 300. في الحاله دي انا كده قرات القيمه بتاعتي، او ممكن ان انا اعمل سكيلنج ليها. انا هنا افضل ان درجه الحراره زي ما قلنا احنا ممكن بناخد درجه الحراره ونتعامل معاها، لان درجه الحراره بتديني قرايه حقيقيه، انا مش بعمل لها سكيلنج لحاجه ثانيه، هي بتديني قرايه حقيقيه ولكن مضروبه في 10، ولكن مضروبه في 10. انا كنت النهارده بحاول ادي فكره للزملاء عن المقصود من الكونفيجريشن الخاص بالانالوج موديول، لان كل الشغل بيتم داخل الانالوج موديول كونفيجريشن. عمليه التوصيل الامور زي ما وضحنا المره اللي فاتت، ولو انت بصيت او شفت اي موديول موجود هتلاقي عمليه التوصيل عليه بمنتهى البساطه، عمليه التوصيل عليها هتلاقيها بمنتهى البساطه، لان موجود سيمبلز عليه، موجود رسومات للتوصيل، سواء اذا كان كارنت او كان فولت او كان اي موديول من الموديولز هتلاقي مرسوم عليه شكل التوصيل. ان شاء الله اتمنى ان احنا نكون يعني وضحنا ولو صوره بسيطه، والمره الجايه ان شاء الله نبدا بشكل امثله وبروجرامنج باستعمال التولز اللي احنا خدناها. احنا غطينا تولز كتير جدا، عايزين نبدا نستعمل التولز دي مع افكار براكتيكال، ونتمنى من الزملاء يشاركوا معانا بافكار براكتيكال ان احنا نبدا ننفذ عليها، ولو حتى في شكل حل مشاكل. اي حد عنده اي مشكله او اي حاجه يبدا يتعاون معانا في هذا الموضوع ويوضح لنا المشكله، واحنا نبدا نعمل اكزامبل بالمشاكل العمليه بدل ما احنا بنتخيل حاجه معينه ونبدا نتكلم عليها ممكن ما توصلش ببساطه للناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.